اسمع، إن حاول روميو المرور من هنا، استخدم سرعتك واذهب من مخرج الحريق وسد الطريق. سننال منه. لو كانت سيارتي معي لسددت الطريق عليه باستخدام زئير القط. ليس مشدداً أيها القط. ليس الزر الأخضر، ربما الأزرق. لا، ليس هذا. لم يبقى سوى الزر الأحمر، وحتماً هو الزر المطلوب. أنتم مجدداً؟ بدأتم تضجرونني. ليس بهذه السرعة روميو. يتوجب على أحدهم أن يهدأ. أنت بخير؟ أنا بخير، لكنه بللني وهرب. ماذا حدث؟ لم تكن هنا لمساعدتنا، هذا ما حدث. أنا؟ لا تلومني إن تحطمت سيارة القط. لا! المقنعون يركبون دراجاتهم الصغيرة. استعدوا لأكل الكرات. لا أحد يؤذي أصدقائي. انبطحا! قفزة القط الخارقة. سأريك ماذا سأفعل يا راكب الدراجة. ابتعدا! لا! لقد طفح الكيل. مركباتكم ليست أفضل مما يمكنني اختراعه، لذا سأحطمها كلها. هذا مدهش أيها القط، لقد أنقذتنا. إنه يشعر بشعورك. لكن رؤيته حزيناً لا يجعلني أشعر بالسعادة. أردت أن يدفع الثمن فقط. لكنك أصلحت الخطأ بالخطأ. هذا صحيح. يعني جلين، أنا آسفة جداً، يمكننا أن نصلحه. لا، لقد دمرتيه، والآن سأدمر قطع الجميع الفنية. هذا يكفي يا محاربي النينجا. أعرف أن هذا ذنبي، لكن تمثالك لا يزال جميلاً. أجل، إنه يشبهك تماماً باستثناء الرأس. أجل، حتماً عملت كثيراً عليه، إنه رائع. انسوا الأمر، إنه يصلح لشيء واحد الآن، تدمير المتحف. ادفعوه يا محاربي نينجا. لا، لا تفعلوا ذلك. تمسك بي زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. محاربي نينجا، اجعلوا هذا التمثال أثقل وزنا. أتولى الأمر. سأصلحه. تدمر تمثالي، لكن ما زال بإمكاني أن أنقذ تمثاله والقطع الفنية. حان وقت البطولة. اتركا نينجا الليلي وأنقذا القطع الفنية. سرعة القط الخارقة. هاي هاي، ماذا تفعلين بيدي؟ أيمكنك أن تعيرني إياها حتى تساعدني؟ فهم؟ لا أستطيع الصمود أكثر. عضلات الزاحف الخارقة. رياح البومة. أنت تساعدني؟ شكراً لك، كان علي مساعدتك عندما احتجتني. علينا مساعدة من يحتاج المساعدة. آسف. حان وقت البطولة. والآن إن أردتما أن أحرركما، أخبراني كيف يمكنني الدخول إلى مقركم. ماذا؟ مستحيل. ها؟ ماذا؟ هل تحررت؟ هذا صحيح نينجا الليل، ولن تسيطر على مقرنا، ليس بوجود الفتى القط. كان أنت من أطلق سراح الفتى القط، أليس كذلك؟ يا قفزة القط الخارقة. تمسك. أوه، محاربي النينجا السخفاء، سأردع هؤلاء المقنعين الصغار بنفسي. القذائف اللاصقة، اللاصقة. انتبها. آه.
أتوقف عن مساعدته يا محارب النينجا الصغير. سرعة القط الخارقة! أمسكته! هذا ليس عدلاً! لقد أفسدتم جميع خططي أيها المقنعون! أيها الفتى القط، ماذا ستفعل؟ أساعده! البطل يساعد أي أحد، حتى الأشرار! أعتقد أنك محق يا محارب النينجا الصغير، يجب أن أشكره. هيا يا محارب النينجا. ها؟ حان وقت الوداع. الأزهار، لا نملك أي منها. لا مشكلة، سرعة القط الخارقة. لا تنظري إلي هكذا، افترض بك أن تنفذي أوامري كأن تمسكي بهم. حسناً يا صديقي، حان الوقت لنعيد هذه الفراشات. بلوت. يا فراشات، أتطيرين معي؟ لنذهب من هناك. انظري إلى ألواني أيتها الفراشات. هيا، تعالي. ماذا؟ هذا ما تحبينه؟ التصرف بلوت؟ هذا صحيح لونا، وأنا سأجرب هذا الآن. أنا آسف بشأن ما حدث في السابق، لكنني أحضرت لك أكبر قدر من الأزهار. خذي. تعالي معنا أرجوك. أجل، أحسنت أيتها الفراشات، شكرا. ماذا؟ تعطل مغناطيسي. أهلا أيتها الفراشات، لا تذهبي. قوثاث، أين أنت؟ ماذا تنتظرين أيتها الغبية؟ أمسكي بهم. قلت لك أمسكي بهم أيتها العثث الحمقاء. العثث ستأتي أيضا؟ هذا يلائمنا فعلا. أجل، سأكون لطيفا معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أهوان الآن، هذا ليس عدلاً. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. يا إلهي! مستعداً. ولا أنا. لا يمكن لسلات مفاية متدحرجة أن توقف كيك ماجي. أين هو الروبوت؟ يتجه نحو المتنزه. حسناً، إلى سيارة القط. احذروا أيها المقنعون الصغار، إنه جديد، ما زال هناك بعض المشاكل فيه. هل أنت بخير؟ انتبه إلى خطواتك أيها الأحمق. ماذا قلت للتو؟ لا شيء. ها، هيا بنا يا روبوت. ها هو. ما هي الخطة؟ الخطة بقيا هنا وشهد كيك ماجي وهو يقوم بعمله. ماذا؟ مستحيل. محقة، المعلم فانغ سينقذ الموقف. لنفعل ذلك معا كما حدث في مسلسل البارحة. أو يمكنني كفلاس فلاش أن الانتظار. فكرة رائعة، هيا بنا. استسلم أيها الروبوت، إما أن تعيد الأدوات أو ستعرف ما هي ركلة التنين الخاصة بالمعلم فانغ. وركلة إعصار الألم الخاصة بكيك ماجي. لن أفعل. ها؟ جنيت على نفسك. أنتما بخير؟ نحن بخير، المعلم فانغ وكيك ماجي قويان. إلا أنهما لا يضربان بعضهما. أيمكن أن نعمل معا ونوقف الروبوت الآن؟ سأكون فلاسي فلاش. آسف، لا تلائم المعلم فانغ، يمكنك أن تكوني سلوبي. انبحي كما كان ينبح. تبدو حافلة النينجا قوية. ماذا إن كنت صغيراً فعلاً؟ لا تخف، سننقذك.
لا عليك زاحف، أنا هنا. الكرات! لا، أنا عالق. النجدة، أحتاج لمساعدتك. يا إلهي، تحتاجان إلى مساعدتي؟ هذا ما يفعله الأصدقاء. الأصدقاء يعتنون ببعضهم، وهذا ما تفعلانه معي. أجل، إذن هذا ما سأفعله لكما. حان وقت البطولة. خاصية التلويح والقذف. أجل. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا تفعل أيها الزاحف اللص؟ إن لم أحصل على حافلتي، فسأخذ مركبة أحد المقنعين الصغار بدلاً منها، وسأقوم بطلائها باللونين الأسود والأزرق. أيها الفتى القط، أيتها البومة، أحتاج مساعدة. أنا قادمة إليك. أخيراً تحررت. هاي نينجا الليل، المقنعون الصغار سيساعدون بعضهم ويتغلبون عليكم. هيا انطلاق. سرعة القط الخارقة. ابتعدي عن مقرنا لونا. حين يفتح ذلك الباب سأدخل وستبقيان أنتما في الخارج. تراجعا وإلا فسأدمر كتاب فلاسي فلاس. ابتعدي، ابتعدي. أحسنت يا عثثي. أيها القط بومة، فتحت العثث الباب، لن يغلق. احمي الباب إلى أن أغلق. ليس بهذه السرعة يا لونا. رياح البومة. الكتاب الهزلي معي أيها المقنعون الصغار، لذا إن أردتم ألا يحدث شيء فعليكم ألا تحاولوا إيقافي. أوه، هذا سيء. لكن من الذي يتحكم بالطائرة؟ أنا. أحسنت صنعاً. ساعد البومة أيها القيف، سأتولى أمر لونا. ابتعدي، ابتعدي. أنتم جلبتم هذا لأنفسكم أيها المقنعون، ودعوا كتابكم الثمين. لا، قفزة القط الغارقة. أنت ثقيل للغاية، لا يمكنني حملك. شكرا زاحف. العفو. حالفك الحظ، لكنك تركت الباب مفتوحا على مصراعي. نلت منكم مجددا. نسيت أحدهم. قبل أن أقوم بتأمين المكان وإغلاق الباب. والآن سأخرجك. أجل. ساعدني أرجوك. انتهت الاستراحة، إلى موقعنا التالي. كيف سأطارد النينجا وأنقذ أصدقائي؟ لقد خدعني. كانت البومة محقة، الغضب لن يفيدني، وخاصة غضبي عليها وعلى الزاحف. حان وقت البطولة والحفاظ على الهدوء كالمعلم فانغ. أوبس، الطريق الخطأ. ساعدنا يا صديقي. هيا. حسناً، سأغير أسلوبي. سرعة القط الخارقة. يحافظ الفتى القط على هدوئه ويتبع خطته لإنقاذ أصدقائه. احترس.
اطمئنا. عاد الفتى القط وهو هادئ كالمعلم فانج. سرعة القط الخارقة. المحطة الأخيرة للركاب. أوه، كانت جولة رائعة. شكراً على إنقاذنا. لا تشكراني، وأعتذر لأنني غضبت منكما من قبل، تصرفت بقسوة. لا بأس، عدت إلى طبيعتك. شكراً لكما. والآن لدي فكرة، ربما إن غضب نينجا الليل ومحاربوه سيخفقون أيضاً. حان وقت البطولة. ستكون الأمور على ما يرام الآن، أنت معنا. يا صديقي أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أوريا، علينا أن نخرج البومة من كرة القمر هذه. لزنا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، دحرج الكرة. فتى القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلا. انتبه، عمود الإضاءة. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا، هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جدا. عرفت، علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك. فتى القط، استعمل سرعتك. وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة خردة. والآن لنثقب كرة القمر. عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟ لا 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 لا. مرحى. هل تمكن الروبوت الضخم من إيقاف القط الصغير المسكين؟ والآن قيدهما. حركة فلاش ستنقذكما. لكنها ليست حركة أبطال حقيقية، إنها خيالية. فلاش، فلاش، اركلي ودمري. يا له من استعراض أيتها البومة. حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. لا. لا، حركة فلاش فاشلة. أيتها البومة، أنت بخير؟ أجل، لكن أنا آسفة. عندما كنت أحاول أن أكون فلاس فلاش، أنا البومة. والآن سيصل روميو إلى كل الكتب. وحصلت عليها بالفعل، وعما قريب ستكون مملوءة بصوري وحسب. بسرعة، الحقي بهما، سنأتي بسيارة القط. حسناً، لكن هذه المرة سأستعمل قواي الخاصة. حان وقت البطولة. ما حاجتها لكتاب فلاس فلاش؟ النظرة الثاقبة. حسناً، أخبرتني العصفورة أنك هناك. سيارة القط، اختبئي. توقيت رائع. خذ، اذهبا واربطاه جيداً حول الشجرتين في الأسفل فوق الأرض. إن أردنا إيقاف روميو، علينا أن نوقف روبوته أولاً. ماذا سنفعل الآن؟ والآن ستستعمل البومة الرائعة قواها الخاصة الرائعة. أولاً، جناحي الخارقان. ثانياً، النظرة الثاقبة. يهو، انظر روميو، لم تأخذ كتابي المفضل بعد. ماذا؟ خذه أيها الروبوت. عليك المحاولة أكثر. صديقي، التحليق به ليس سهلا. لا أبالي، علي اللحاق بها لمصالحتها. زاحف المجنح. آه.
وأمسك بقط طائر أيضا. اصمت صديقي، سأجلب المساعدة. أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة. النجدة! هاي، ما الذي تفعله؟ أنا عالق، أخذت الزاحفة المجنحة للتأكد من أننا ما زلنا صديقين، وجهاز التحكم بحوزة روميو الآن. بالطبع نحن صديقان. أنا المذنبة، وجب علي مصالحتك أولاً. أوياك، من يكترث؟ لا يعقل ما هذا؟ زاحف! ها، لقد تجمد الزاحف بسبب حقل طاقة الخاص بي. لا يمكن لأحد دخول عريل لونا، ولا يمكن لأحد أن يأخذ تمثال القمر مني، لأنه لي 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 لي. لن يبقى معك طويلا. أيتها الفتاة لونا، انتصرت، التمثال لك، سنغادر. عرفت أنك ستدركين ذلك في النهاية. ماذا عن الزاحف؟ سنحرره وسأستعد تمثالي أيضا. اذهب عبر مخرج الحريق ثم إلى السلالم الداخلية عبر هذا الباب. ربما سننجح. اذهب هيا فورا. انتهى الأمر لونا. الفتى القط. أعتقد أنني سأضع الزاحف والفتى القط في عريني أيضا، سيكونان تمثالين رائعين. والآن أيتها البومة التي بقيت بلا أصدقاء، هل تريدين أن تكوني أثاثا لعرين لونا أيضا؟ حان وقت البطولة، سأفعلها. حسنا، سأعطيك إياه. تمثال القمر لك. أطلق سراح الزاحف والفتى القط. هل تقولين إنه لي فعلا؟ لأحتفظ به إلى الأبد؟ أجل، إلى الأبد. ألم تطلق سراحهما؟ لا لا، لكن ماذا؟ هل نسيت أنني شريرة؟ والآن سوف أكمل مجموعتي الخاصة من المقنعين الصغار. الله، جناحي الغارقان. ماذا؟ لا، إنه لي. هاي، لا أثر لنينجا الليل، يبدو أنه اعترف بهزيمته. عرّت القالب للخطر. حصلنا عليه، إضافة إلى بالونات المعلم. أنت لا تسمع، موضوع الحفل هو السحالي. هذا ما تظنه، انتظر لترى كم ستبدو رائعة. قالب حلوى المعلم فان. أردت قالب حلوى السحلية بشدة، لكن علي الرضا بهذا القالب الممل، إلا إن أردتم المبادلة. محال. نعم، لنتبادل. لا، قالب حلوى المعلم فان. نعم، هذا القالب رائع. إنه فعلاً رائع، لا سيما عند الضغط هنا. ما الذي يجري؟ هذا ليس قالب حلوى عادياً، إنه قالب قذيفة رشق لاصقة بالقشدة المخفوقة. قالب قذيفة رشق لاصقة بالقشدة المخفوقة؟ أجل، حالما تكتمل النقاط الزرقاء ستتناثر القشدة المخفوقة في كل مكان، وإذا ما حاول أحد إزالتها سيلتصق ويعلق بها. سيلقنكم هذا درساً لإفسادكم حفلي. إذا علق الجميع فلن يحضر أحد حفل عيد ميلاده. أعتذر لك، أنا المذنب، أظنني أخطأت، لكن لدي فكرة الآن، حان وقت البطولة. والآن سأطفئ شمعتي. ما هذا الضجيج؟ تذكر، الفائز من يدخل أولا. أنا الفائز. ماذا يفعل أولئك المقنعون الحمقى؟ مهلا، هذه إحدى ألعاب الحفلات. هيا، جولة إضافية. ابتعدوا عنه، إنه لي.
الشهية دائما. البسكويت، سرعة القط الخارقة. البسكويت. نعم. امسك توبيك، انت دميتي الان. لا، انه لي. أيتها البومة، ستتعلمين من خدعي. خدع؟ لكنك كنت تسقط. أجل، أنا بارع في قيادة العجلة. طيراني سيساعد الفريق. طيرانك؟ أنسيت أن هناك شخصاً آخر يطير؟ هيا يا صديقاي، مهاراتكما في الطيران ستساعد الفريق. طلاء جميل أيتها العثث، لم يعد هناك رحلات بالمنطاد لأطفال النهار التافهين. هذا المنطاد أصبح لي الآن. بومة بالمراقبة، سوف أطير الآن وأحضر المنطاد. نحتاج طياراً محترفاً. اطمئني أيتها البومة، أترك الأمر لي. مع مهاراتي في الطيران الأمر سهل. حقاً؟ صديقاي لا تتجادلا، يمكنني أخذ المنطاد بواسطة خاصية تخفي الزاحف. التخفي رائع، لكن ليس بمقدار روعتي بالطيران. شاهدا أيتها الفتاة لونا، أترك المنطاد. آه، إنه القط الصغير. أتريد استعادة المنطاد؟ حسناً، تفضل وخذ. لا بأس، أنا بخير. هجم الريش المتجمد. مكعبا ثلج صغيران وسط الشارع. مكعبا ثلج صغيران باردان جدا. زاحف، لدي خطة. خطتي أفضل. يجب أن تنتهي هذه المهزلة. علي الالتزام بخطتي واستخدام قواي الخارقة. حان وقت البطولة. القطة الخارقة، حان الوقت لاتباع خطتي. ساعداني بتحطيم فوانية روميو الجليدية قدر المستطاع. مستعدان لتسديد كرات الثلج؟ أوه، هي، قد تنجح خطة الزاحف. هيا لنحطم بعض الجليد. هؤلاء الحمقى يحطمون أفوانية جميلة. لم يبقى أمامي سوى طريق واحد. والآن سأري روميو كيف هي الحركة فوق الجليد. القطة الخارقة. مرحبا روميو، بفضل القبضة الخارقة أتحرك فوق الجليد أفضل منك. هراء، مختبري المتزلج صنع على يد عبقري وهو أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق أيها الزاحف. لن تمسك بي. عضلات الزاحف الخارقة.
الرمية.